قبل ما نبدأ الفيديو حق علي أن نشكركم دائما على التفاعل ديالكم، اشتراك، جيم وتعليق إيجابي. وهذا الشيء لكان كيدل على شي حاجة، فراه كيدل على أنكم جمهور راقي، حيث هذا التفاعل كيحفزني نعطي أكثر وكيخلي خوارزمية اليوتيوب تنشر الفيديو. ودير في بالك إلا كان صانع المحتوى هو اللي كيصنع المحتوى، فراه الجمهور هو اللي كيصنع صانع المحتوى. مشينا. عام 1973 نفذ الإعدام في حق 11 من المحكومين عليهم في القنيطرة. قبلوا الموت بالشجاعة. كيف وصلك نبأ محاولة انقلاب الصخيرات؟ هنا على الساعة الخامسة حطت يعني نزلت هليكوبتر نزلت، وكان على ظهرها المقدم أمقرة. وبعد دقائق كنت في مكتبي ورن الهاتف. لما دخلت عليه رأيت وجهه قميص مدني ومتلطخ بالدم. وقع انقلاب الصغيرات ودخلوا بالرشاشات يعني لتلاميذه الممه على رأسهم أحبابه، قالوا بين القتلى الملك الحسن الثاني. في الفيديو اللي قبل كنا تكلمنا فيه على الطيار محمد قباش، وكان سيدي الشخصية تكلمنا عليه في هذه السلسلة اللي كتتعلق بالتعريب الشخصيات اللي مرت معنا في سلسلة انقلاب الصخيرات وانقلاب البوينغ. أما الشخصية اللي غنتكلموا عليها اليوم فكتتعلق بالكولونيل محمد أمقران، مهندس انقلاب البوينغ. فشكون هو محمد أمقران؟ وشنو المسار التعليمي والمهني ديالو؟ وشنو الموقع ديالو من انقلاب الصخيرات وانقلاب البوينغ؟ وكيفاش كانت النهاية ديالو؟ فهادشي اللي غنشوف في هاد الفيديو. محمد أمقران من مواليد 1938 بالريف، تزاد وسط عائلة بسيطة ومتدينة. وقدر أمقران يدخل المدرسة بسبب فرض إسبانيا لإجبارية التعليم، وكان الهدف هو توفير جنود من أجل انتقائهم مستقبلا للمشاركة في الصفوف الأمامية للحرب. وقدر أمقران يتفوق في الدراسة ويكمل المرحلة الثانوية، الشيء اللي مكنه من مغادرة التراب المغربي نحو إسبانيا، والتحق بمدرسة توليدو العسكرية. ومن بعد حصول المغرب على الاستقلال غيتم تأسيس الجيش المغربي، وكانت هذه فرصة لأمقران للدخول المغرب والتحاق بالجيش من بعد إعطاء الولاء للملك محمد الخامس. ومن بعد تخلي المغرب على الطائرات الحربية السوفيتية وتعويضها بالطائرات الحربية الأمريكية، غيضطر أمقران للذهاب لأمريكا من أجل التدرب على الطائرات الحربية الجديدة. وبفضل التجارب اللي راكم أمقران في الدراسة والتدريب، غيتولى قيادة القاعدة الجوية الثالثة بالقنيطرة. وبالرغم من حياة العسكري الصعبة نوعا ما، فهالشي ما منعش أمقران من أنه تكون عنده حياة خاصة ويعيش قصة حب ويكون أسرة. فأمقران غيتعرف على شابة ألمانية التقى بها في عاصمة الأنوار، وكانت مسؤولة على المكتبة في القاعدة الأمريكية بالقنيطرة. ومن بعد ما سلمت غتسمي راسها اسم ملكة، وغتنجب جوج الأبناء واللي هما رشيد وياسمينة. وكان أمقران معروف بحب الرياضة وعشق كرة القدم، وكان معروف كذلك بالهدوء والاستقامة. وأكيد أن الأغلبية فيكم دابا غيطرح السؤال، شنو اللي خلى حياة أمقران تنقلب رأسا على عقب من عسكري هادئ ومحبوب عند الملك ورتبة مميزة في الجيش إلى انقلابي ومحكوم عليه بالإعدام؟ وباش يمكن لنا نجاوب على هذا السؤال جوهري،
ونفهم القصة من جميع الجوانب، فلا بد من رجع بالزمن الوراء. وبالضبط في سنة 1971، السنة اللي عرفت أحداث انقلاب الصخيرات، فات السنة كان الملك الحسن الثاني كيحتفل بعيد ميلاده 42 بقصر الصخيرات، وكان الكولونيل محمد أمقران من بين الشخصيات الحاضرة للحفل. وفي اللحظة اللي كان كيحتفل فيها الجميع بهذه المناسبة، غيقتحموا مدرسة أهرموم العسكرية بقيادة الكولونيل محمد عبابو القصر الملكي، وغيلع على الرصاص، وغتحدث فوضى بقصر الصخيرات، وغيتمكن أمقران من الهروب. غيخرج للطريق وغيتلقى مع بعض الأصدقاء ومشاو مباشرة لمدينة المحمدية، ومشى لواحد الفندق وطلب مروحية مشى بها مباشرة للقائد الجوي بالقنيطرة، واللي كان أمقران هو القائد ديالها. ملي وصل أمقران القائدة غيتوجه للمكتب ديالو وبرفقة الرائد الحجاج اللي كان ضابط في القائدة، وكانت المهمة ديالو المراقبة الجوية للطائران. وغيدخل أمقران والوجه ديالو متغير والقميص ملطخ بالدم، وبدا كيحكي لهم شنو وقع في الصخيرات وأن الحسن الثاني من بين القتلى. وفي اللحظة اللي كان كيحكي لهم على شنو وقع في القصر، غيرن الهاتف وطلب من الضباط أنهم يرافقوا الجنرال المكتب، وكان هذا الجنرال هو الجنرال حمو أمحزون اللي كان قائد الجيش بالمنطقة المركزية واللي كانت كتضم الرباط سالة قنيطرة. وكان الهدف من مجيء الجنرال حمو هو يطلب من الطيارين يقصفوا قصر الصخيرات. ومن بعد غيتوجه أمقران عن الطيارين باش يخبرهم بالأمر، لكن الطيار حشاد غيقول له بأن هذا الفعل غير معقول لأن القصر فيه نساء وأطفال، وقال له يطلب من حمو باش يعزل المتورطين في الانقلاب بالدبابات باش يمكن يدخلوا بالطائرات. وغيرد عليه أمقران بأنه على حق وطلب من حشاد يبقى على السيادات. هذه رواية، وكاين رواية أخرى كتقول أنه حمو توجه القنيطرة وخبر أمقران بفعل عبابو وطلب منه يقصف الوحدات ديالو باش يحبس التقدم، لكن أمقران غير فض حيث كان خصو أمر مكتوب من الجنرال المدبوح ولا النميش، الشي اللي ما يمكنش حيث بزوج بيهم ماتوا في الصخيرات. ومن بعد فشل الانقلاب وظهور الملك الحسن الثاني، غيفوض جميع الصلاحيات للجنرال أفقير باش يتكلف بعملية التطهير والتحقيق مع المتورطين والوقوف على إعدام بعض الضباط والجنرالات بساحة الإعدام. في هذه الفترة غيتصل أفقير بأمقران وغيطلب منه المجيء الرباط، وبالفعل غيمشي أمقران برفقة الماجوتي. ومن اللي وصلوا الرباط غيقول لهم أمقران: أصدقائي، إذا لم أرجع بعد ساعتين فرجعوا إلى القائدة ووداعني أصدقائي. كانت هذه ردة فعل طبيعية من أمقران، لأن التصور اللي كانوا واخدينه على أفقير أنه رجل دم وكيتلدد في تعذيب الضحايا ديالو، وكان عارف أن أفقير ممكن يصفي عليه. وملي دخل أمقران على أفقير غيتوجه لي أفقير وغيقول له: أنا عارف أنك من المتورطين في الإنقلاب وعندي شهادة الزملاء ديالك، وبما أن الصلاحية كلها بيدي فهادشي كيعني أني خصني نعدمك في الحين، لكن غنمنحك فرصة أخرى، اعتبر نفسك مراقب، سير القاعدة ودير أي حاجة أمرتك بها. كلام كيدل على نية أفقير في تنفيذ انقلاب تاني، وهذه المرة يكون في الجو عوض الانقلاب اللي كان في الأرض من طرف عبابو. وملي ولا الجنرال أفقير وزير الدفاع والماجور العام، بدا كيزور القاعدة الجوية بالقنيطرة، والهدف طبعا هو كسب الضباط باش يكونوا وسيلة لتنفيذ الانقلاب. وملي تقوت العلاقة بين الجنرال أفقير وأمقران، غيعرض عليه أفقير المشروع الانقلابي على الملك الحسن الثاني، وغيوافق أمقران على عرض أفقير من بعد تردد أولي. وطلب أفقير من أمقران باش يهيئ خطة محكمة ودقيقة باش يكون انقلاب هذه المرة انقلاب تقني وعصري عوض الفانتازي اللي دارها عبابو والرجال ديالو في قصر الصخيرات. وكانت الخطة هي إسقاط طائرة الملكي في البحر. وفي هذه الفترة غيمشي أمقران لفرنسا من أجل العلاج لأنه كان مصاب بسرطان الكليتين. ومن بعد غيرجع للمغرب وغيولي هو القائد الثاني للقوات الجوية الملكية ك
كنائب الكولونيل اليوسي، وغيول اللي قوير هو قائد القاعدة الجوي بالقنيطرة. وكان الهدف من هالترقية هو إعطاء صلاحيات أوسع للأمقران باش ينجح الانقلاب. وفي الفترة اللي غادر فيها الملك الحسن الثاني لفرنسا، بدأ الاستعداد في القاعدة الجوية كيف ما خطط الجنرال أوفقير وأمقران. وفي صباح يوم 16 غشت 1972، واللي هو يوم الانقلاب، غيلتحق أمقران بالقاعدة الجوية وغيخبرهم بأنه عندهم عملية الخفر بمناسبة رجوع الملك الحسن الثاني لأرض الوطن. والمقصود بعملية الخفر حراسة الطائرة الملكية. ومن بعد غيتوجه أمقران وقويرة لمكتب القيادة وطلب من الطيار صالح الشاد يوجه 6 طائرات الحراسة الطائرة الملكية أثناء دخول الأجواء المغربية. وغيمشي صالح الشاد لقاعة العمليات وغيدير اجتماع مع جميع الطيارين، وذكر أسماء الطيارين اللي غيشاركوا في عملية الخفر، واللي كانوا هما الملازم زياد وبو خالف اللي ما تم إخباره بعملية الانقلاب حتى حلق بالطائرة في الجو. أما زياد فتم إخباره بالعملية قبل ما تقلع الطائرة. ورافق حشاد كل من الملازم دحو والرقيب بوبكر. أما قويرة فغيرافقوا كل من بو خالف وزياد. ومن بعد ما كانت الأمور غادة في القاعدة كيف ما خطط ليه أوفقير، غتوصل الأخبار بدخول الطائرة الملكية الأجواء المغربية. وفي هذه الأثناء غتنطلق 6 طائرات F5 من القاعدة الجوية بالقنيطرة. 3 طائرات مسلحة، كان فيها كل من قويرة وبو خالف وزياد. زياد غيعرف أنهم توجهين لقصف الطائرة الملكية قبل ما تقلع الطائرة. أما بو خالف فغيعرف أن المهمة هي قصف الطائرة وماشي حراسة الطائرة حتى عتحلق به الطائرة في السماء. أما الطائرات الأخرى اللي ما كانش مسلحة وحتى الطيارين اللي فيها ما كانوش على علم بالانقلاب، فكان منهم الطيار صالح الشاد وراكب حداد الدكالي. أما الطائرات الأخرى فكان فيها دحو وبوبكر. ملي قلعوا الطائرات كان طيار حشاد هو قائد السرب، اتجهوا مباشرة للشمال لاستقبال الطائرة الملكية. كان بالقرب من حشاد كل من دحو وبوبكر. أما قويرة فكان قريب منه كل من زياد وبو خالف. ملي وصلوا للشمال اتصلوا بهم في برج المراقبة وخبروهم بأن الطائرة الملكية دخلت الأجواء المغربية. في هذه اللحظة غيطلب حشاد بصفته قائد السرب من الطيارين بدوا عملية الخفر، وتوجه حشاد والمرافقين اللي معه اليمين ديال طائرة البوينغ. لكن ملي التفت حشاد لجهة الشمال ما لقاش الطائرة الأخرى بجانب البوينغ. من بعد 3 دقائق غيبانوا ليه الطائرات الأخرى كتطلع وتهبط. كان حشاد كيعتقد أن قويرة كيدير هاد الأعمال البهلوانية لتحية طائرة الملك، لكن في واحد اللحظة غيتفاجئ بأن طائرة الملك كتقصف. وغيسمع في الجهاز ديالو واحد منهم كيقول بعد من الطائرة. هنا غيعرف حشاد والمرافق اللي راكب معه الدكالي أنه انقلاب، وهو يقول له الدكالي خاص نهربوا لإسبانيا. لكن حشاد غيقول له علاش غنهربوا وحنا ما خططناش لهذا الانقلاب. وغيتوجه حشاد مباشرة للقاعدة الجوية بالقنيطرة، وغيبقى قويرة بو خالف وزياد كيقصفوا الطائرة. في اللحظة اللي كان بغى فيها قويرة يقصف الطائرة الملكية غيتفاجئ بأن الطائرة ديالو ما كتستجبش لإطلاق النار. هنا غينفاعل قويرة وطلب من الأصدقاء ديالو يبعدوا من حدا طائرة البوينغ باش يقوم بعملية شبه انتحارية. كان بغى يتوجه بالطائرة ديالو F5 في اتجاه طائرة البوينغ باش تصطدم بها ويوقع انفجار، وقبل ما يصطدم بها يتلح بالمظلة ديالو. لكن في اللحظة اللي تلح فيها بالمظلة الطائرة ديالو انحرفت على مسار ديالها وما اصطدمش بطائرة الملك. وغيطيح قويرة وغيتكسر ليه الذراع ديالو، وغيتم إلقاء القبض عليه من طرف الدرك الملكي بنواحي سوق الأربعاء وداه القصر الملكي. أما الملازم زياد فطلق 200 قرطاسة على الطائرة الملكية، لكن ما قاش الطائرة، والواحد اللي قدر يقصف الطائرة هو الملازم بخالف. وغتصاب طائرة الملك بأضرار كبيرة وعطل المحركين والتالت شعلت فيه النار. وبالرغم من القصف
اللي تعرضت ليه الطائرة الملكية، فغاد نزل في مطار رباط سلا مع جوج ونص تقريبا، من بعد مطاردة من طرف الطيارين واللي دامت ساعة تقريبا. ملي نزلت الطائرة غينزل الملك والمرافقين اللي معه، وجات ليهم سيارة اداتهم مباشرة القاعة الشرفية. أما أفقير من شاف الطائرة نزلت بسلام فغيتوجه لبرج المراقبة وتكلم مع مقران وأمره باش يجهز الطائرات ويقصفوا المطار والقصر. أما الملك الحسن الثاني فغيخطط باش يخرج من المطار بلا ما يشوفوا شي حل، حيث الملك عارف أن الطائرات إفسانك ما يمكنش يبقوا بزاف في الجو، وأنهم غيمشيوا القاعدة ويرجعوا يقصفوا الموكب والمطار. وغيطلب الملك من الموكب أنه ينطلق، وغياخد سيارة ديال أحد الموظفين في المطار وتوجه لقصر السخيرات. أما الطيارين فغينطلقوا من القاعدة بالقنيطرة واتجهوا مباشرة باش يقصف المطار، ومن بعد نهاية القصف رجعوا كامل للقاعدة بلا ما يصيبوا الهدف ديالهم واللي هو القضاء على الملك الحسن الثاني. أما قويرة فغيديه القصر وخبر الملك الحسن الثاني بأمر الانقلاب وأنه كان بتخطيط كل من أمقران وأفقير. أما أفقير فمن اللي عرف أن الانقلاب فشل توجه لوزارة الدفاع وأمر الجنرال عبد السلام يلتحق بالقاعدة الجوية ويدبع قاع الطيارين المشاركين في الانقلاب، وكانت هذه محاولة منه باش يصفي كل الشهود، لكن ما كانش في خباره أن الدراكيين اعتقلوا كبيرة وادوه القصر وحكى له التفاصيل. أما أمقران فغيهرب مع اليزيد الجبل طارق بالمروحية وطلب اللجوء، لكن المغرب غيطلب من بريطانيا يسلموا أمقران واليزيد، وهنا غتسلم بريطانيا أمقران واليزيد بشرط محاكمته محاكمة عادلة. وكانت بريطانيا تحت ضغط كبير بسبب التزامها بمعاهدة تسليم الأسرى وطالبين اللجوء في جبل طارق. ومن أهم النقاط اللي كانت في المعاهدات العواقب اللي غتنتج على عدم تسليم الحكومة البريطانية للكولونيل أمقران للمغرب، وهي أن المغرب كان غيقطع على بريطانيا الإمدادات من مواد غذائية وغيرها. ومن بعد الإمساك بجميع المتورطين واعتقالهم والتحقيق معهم تمت المحاكمة ديالهم، وكان الحكم بالإعدام من نصيب الكولونيل أمقران. وفي 13 يناير 1973 تم اقتياد المحكوم عليهم بالإعدام لساحة الإعدام بحضور العديد من الشخصيات. وفي اللحظة اللي غيتعدم فيها أمقران دار يديه ودور وجهه وبقى كيبكي وتم تنفيذ الإعدام.